انتوا كتير كنتوا بتطلبوا كمنتجين ومصدرين كبار النهارده ببورصه لنباتات الزينه وزهور القطف. طلبنا فعلا ببورصه لنباتات الزينه وكان في خطوه مزمع انها تتعمل في 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 كذا مكان كان مقترح من الوزاره، ولكن ظروف الاخيره في الثوره وظروف المرض بها مصر اتاجل المشروع شويه، ولكن احنا ما زلنا بنطالب بيه وبنطالب ان يتخصص لنا مكان مخصوص نقدر نعمل فيه بورصه زراعيه نجذب بيها زي ما قلت لحضرتك معرض او بورصه الاثنين بيكملوا بعض، ان نقدر نجيب حد يجي يتفرج ويشوف ايه المنتج اللي مصر بتعمله. انت شايف مستقبل نباتات الزينه وزهور القطف الفتره اللي جايه؟ المستقبل بدون شك واعد، مش فقط للدول العربيه، ده كمان للدول الاوروبيه، لان اوروبا التكلفه فيها عاليه والامور دي عاليه وبينزلوا واحنا نموذج لشركه المانيه نزلت اشتغلت معنا في مصر، فممكن شركات كتير جدا لو لقيت عميل مصري او شريك مصري جدي، لا في وفي فرص موجوده وفي تسهيل في الـ في الـ في الـ الاجراءات وتسهيل في عمليه الاستيراد المستلزمات او عمليه التصدير من مطارات لمواني للامور دي كلها. والحقيقه هي بدون شك اتحسنت كتير عن زمان، والخطوه دي كان بدا فيها الدكتور يوسف والي الله يرحمه، والوزاره ما زالت يعني في الفتره الاخيره حسنت لنا برضو بعض الحاجات والمشاكل والامور دي كلها.